A senior Syrian official said that restoring normal relations between Arab countries, particularly the Syrian-Saudi relations, will promote stability in the region and protect the national security of Arab countries. هذا الوضع العربي ليكون هناك واقع عربي جديد واقع يتميز بوجود علاقات حسنه علاقات جيده بين الدول العربيه هذه العلاقات هي التي تؤمن الاستقرار لدولنا تحمي امننا القومي جميعا لان اي شيء يحصل في اي دوله عربيه لا يمكن الا ان ينعكس على الدوله الاخرى فلذلك من خلال هذا الادراك كان هذا الحراك من أجل إعادة ترميم الواقع العربي. serious with some Arab countries, said his country looks to the future and does not look وسوريا طبعا في هذا المجال تتطلع للمستقبل ولا تتطلع للخلف. ما يهمنا ماذا نستطيع أن نحققه من أجل أن نضمن امن دولنا ورخاء شعوبنا. لذلك سوريا منفتحه على كافه الخطوات الايجابيه في هذا الشان وتتعاطى معها بشكل ايجابي. اليوم العلاقات بدات تعود الى ما يجب ان تكون عليه، الى ان تكون العلاقات طبيعيه بين البلدين. وإلى أن تكون العلاقات تنسجم مع التقليد التاريخي للعلاقات بين سوريا والسعودية طبعا مما لا شك فيه السعودية دولة مهمة دولة مؤثرة في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم يعني أقول لذلك لابد وأن يكون لترميم هذه العلاقة بين سوريا والسعودية اثره على تحسين الوضع العربي وتحسين العلاقه بين سوريا ومجموعه من الدول العربيه او حتى خارج الاقليم. On the current positive vibe in the region and serious emergence from the shadow of war, Sosin said he's looking to the future with greater optimism. ما وصلنا إليه اليوم بعد هذه الحرب هو أشبه بالمعجزة بكل معنى الكلمة فبعد هذه الإنجازات وبشكل خاص على صعيد مكافحة الإرهاب إسقاط المشروع التآمري ضد سوريا ننظر للمستقبل بتفاؤل أكثر